كل منتجمع اهلا مرحبا بكم. هذا الفيديو جوانا بانشيتيرو هي من ترافقنا. جوانا بانشيتيرو نرجسية سويدية ذات حجم كبير لكائن الحيوانات، نجمة موهوبة ومؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي. نفس العارضة الجميلة منشأت في السويد تمر بتاريخ 25 يونيو 1998، تبلغ من العمر 26 سنة اعتبارا من عام 2024. المؤسسة الفلكية هي بودرة السرطان. المعارضة المالية حصلت على الشهادة الثانوية العام اقتصاد وقانون بموسم 2014-2017 من مدرسة معمول. بعدها التحقق بجامعة أخرى ومدرسة علوم الإعلام والاتصال في سنة 2020. بدأت جميلة حياتها المهنية في وسائل التواصل الاجتماعي مباشرة لما التحقت بالجامعة. تمكنتها من تهجير جسمانية لتغيير بوصلة أنظار بعض الوكالات المهمة للمرضى والجماعة. حصلت على توقيع بعض وكالات عرض الأزياء مثل أمين موديل ومانجمنت وميكاس ستوكهول وغيرها العديد. يمكنها تحقيق خطوة نحو الاحترافية والتألق في صناعة الموديل. في عرض الأزياء هي مشهورة على العديد من المنصات وسائل التواصل الاجتماعي خاصة على انستغرام. تظهر مشاركتها أسلوب الحياة والصور الجرية والجذابة المتنمودة إلى جانب صور مقاطع الفيديو الخاصة بالسفر. كسبت جوانا آلاف المتابعين على المنصة، بالإضافة إلى ذلك فهي نشطة كذلك على منصة التيك توك ولديها آلاف المتابعين. كتلة القيمة الصافية لجوانا بانشيتيرو في عام 2023 هي 500,000 دولار أمريكي. عبر طول القامة الجميلة 74 سنتيمتر، وزن اسمها 95 كيلوغرام، وسطرها 125 سنتيمتر، قصر الحصر 115 سنتيمتر، أمام قصر الأرضين 145 سنتيمتر. إذا شعر بني غامق جميل وعينان بنيتان، الجنسية سويدية. لذا نرجوكم تابعونا المزيد القادم وشكرا.